إذا للحديث عن حرية الإعلام في العراق والانتهاك الأخير الذي وقع ضد الإعلاميين في النجف، ينضم إلينا عبر الهاتف مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى مرحبا بكم. بداية، يعني على أي أساس يقوم عناصر الميليشيات باحتجاز صحفي وأيضا منع وسائل الإعلام من تغطية الانفجار في مصنع للعبوات الناسفة والذي حدث طبعا كما تعرفون في محافظة النجف؟ كيف يحدث ذلك؟ السلام عليكم، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. الجميع يعلم أن العراق يخضع بالكامل لسيطرة هذه الميليشيات الإرهابية أيا كانت تسمياتها وصفاتها ومرجعياتها الطائفية، بمعنى أن العراق بمعنى آخر أو بتعبير آخر أن العراق يخضع للميليشيات الصدرية وللميليشيات الإطارية. هؤلاء هم من يتحكمون بالعراق، وهم من يعني يسنون القوانين، وهم من ينفذونها، وهم طبعا من يتصرف خارج القانون. لذلك فإن الأوضاع في العراق المحتل تسمح لهذه الميليشيات بارتكاب كل الجرائم وارتكاب كل الموبقات. هذا السلوك هل تعتقد أنه يؤكد على قوة السلطة الممنوحة لهذه الميليشيات أمام سلطة الدولة أستاذ مصطفى؟ أنا قلت قبل قليل أن العراق بأكمله يخضع لهذه أو لسلطة هذه الميليشيات، وتفصيلا لا يوجد أي مرفق أمني أو عسكري أو إداري أو خدمي أو سياسي إلا ويخضع لهذه الميليشيات وسلطتها وهيمنتها ونفوذها، وأيضا حتى لا ننسى أيضا مرفق اقتصادي، بمعنى أن العراق ليست فيه دولة بأي شكل من أشكال الدولة الحقيقية ولا بأي نسبة. العراق خاضع لسلطة ميليشيات إرهابية ابتداء من مؤسسة الرئاسة وانتهاء بأصغر وحدة خدمية في أقصى شرق أو غرب أو شمال أو جنوب العراق. هؤلاء هذه الميليشيات هي من تتحكم بالبلاد ومن تفرض قانونها وترتكب كما قلنا كل الجرائم البشعة بحق العراقيين. أستاذ مصطفى، نبقى علاقة الميليشيات مع الحكومات المتعاقبة، لماذا يوجد معمل للعبوات الناسفة بين المناطق المأهولة للسكان؟ هنا السؤال، هل تعلم السلطات الحكومية بوجود هذا المعمل رغم أنه يشكل خطورة على السكان المدنيين؟ ربما أنا أسألك سؤال في الرد على هذا السؤال الذي تفضلت به، وما الفرق بين السلطات الحكومية والسلطات الميليشياوية؟ أليست هي واحدة في اعتبارنا وفي ظل الوقائع التي نشهدها في العراق؟ السلطات الحكومية هي حاصل هذه الميليشيات أو خاضعة لها بشكل أو بآخر، لذلك هذه السلطات لا تستطيع منع الميليشيات حتى لو أرادت، وأحيانا كثيرة هذه السلطات هي من تغطي على حركة الميليشيات وهي من تسمح لها بالتصرف. الجميع يعلم أن الميليشيات يتحركون بقرار من السلطة ويتمولون بمال العراقيين وأيضا بقرار من السلطة ويتسلحون بسلاح بأوامر من السلطة، ولذلك أنا لا أجد فارقا بين السلطات التي تسمى حكومية والسلطات يعني الميليشياوية كانت أمنية أو عسكرية أو إدارية والسلطات التي تسمى ميليشياوية، أنا لا أجد فارقا فيها. فالحدود ذائبة بين هذه السلطات كلها في العراق. بالنسبة لحرية الصحافة في العراق، يعني ماذا عن النقابات المهنية؟ أليس من المفترض أن تحمي الصحفيين في العراق، خصوصا أن السلطات الحكومية دائما تتحدث وتقول إنها تضمن حرية التعبير والصحافة في العراق؟ أين ذهبت ذلك؟ حرية التعبير وحقوق الصحفيين هذه كذبة يراد ترويجها أو جرى ترويجها حقيقة في مرحلة ما قبل الغزو لتبرير الغزو، يعني استقدام الغزاة، ويجري ترويجها في مرحلة ما بعد الغزو لتثبيت أركان هذا المشروع الإجرامي الاحتلالي في العراق. لا توجد حرية للتعبير في العراق، هناك فوضى حقيقية بكل
بكل معنى الكلمة تضرب كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية. المنظمات المهنية المعنية بهذا الجانب للأسف باتت جزءا من النظام وتعوج له بشكل أو بآخر وتمتنع عن إدانة الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين وبحق حرية الصحافة وحق الصحفي في الوصول إلى المعلومات. كل هذه يعني من من المسلمات في ظل الأنظمة الديمقراطية كما يزعمونهم نظام ديمقراطي في العراق، لكن للأسف المؤسسات المهنية باتت تروج للنظام وتلمع جرائمه وتدافع عنها. مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لكم.